اخوان الاخوات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير، الطويره ديالكم بخير، الولاعه ديالكم كامله بخير. مرحبا بكم في القناه ديالكم، نتمنى تكونوا بخير. كنتمنى اي واحد يشارك في القناه وركوا على جيم، ديروا لنا شي كومونتير زوين. بالنسبه للموضوع ديال اليوم راه هو حول حضانه ديال الطيور، جاء على حساب واحد الكومونتيرات ديال الاخوان قالوا لي دير لنا بالتدقيق كيفاش صنعتي الحضانه ديال الطيور وكيفاش كتخدمها. انا غادي لكم اليوم فيديو كيفاش كنبرونشي الكومبوزون الكتريك، هي هذه كاينه هذه تيرموستا فرفاره والبولات والانواع ديالهم. ما تنساوش تشتركوا في القناه. اول حاجه غنوري لكم هذه هي الحضانه ديال الطيور، ها هي راه خويتها كتكون الفوق في هذيك التقبره، كتكون تما في كتكون ها هما الخيوط ديالها. بعدا هذا غير الكادر كيفاش كيكون، وكل واحد الطريقه ديالو، الكادر بغا يديرو كبير بغا يديرو صغير، انا راه درتو كبير بزاف. هذا صايبو ليا واحد الاخ مشكور من هذا المنبر، تقريبا راه فيه شي 80 سنتيم على 80 سنتيم، يقدر الواحد يديرو غير صغير وراه خدام ثاني، يدير فيه واحد 40 سنتيم في العرض وشي 50 سنتيم في الطول، ويدير ليه باب ديال الدجاج باش يبقى يشوف الفرق ديالو، يقدر يخدم حتى التصوير ديال الطيور. اللي بغى يصور طيور ديالو بالنسبه ل كيبغي يبيع على شي حاجه ولا كيبغي يبوستي التصاور ديال الفراخ ديالو، هذه هي الحضانه. راه فيها البلايصه كيكونوا هنا كتكون تيرموستا، هاد البلاصه هنا الفوق وهاد البلاصه هنا في كاين هاد الثقبات، هاد جوج ثقبات وهادوك جوج ثقبات، تما في كيكونوا الدويات اللي كيكون فيهم البولات ولا ريزيستونس، وهذه فرفاره اللي كتديجاجي الحراره الزائده، اللي كتولي حراره زائده هنا راه كتنقصها هذه. وانا نوريكم الطريقه كيفاش كتخدم. هذاك خلاص غير بوطون مارش اري تشغيل والطفيان ديالها كيفاش، هادو الخيوطه ديالهم مبعثرين، انا نوريكم كيفاش الطريقه ديالها. بالنسبه للحوايج اللي غنحتاجو، غنحتاجو هذه تيرموستا ديال الحراره، كاين هذا النوع وكاين هذا النوع، هذه زد ال 6290 ا، وكاين هذا النوع زد ال 6231 ا، هما نفس العمليه كي غير الشركه اللي مختلفه، ونفس البرونشمون نفس كل شيء. وبالنسبه الا بغيتو تشريو هذه راه غاليه شويه، دايره شي 25 فرانك، فيها حتى كتحكم حتى في الموتور، الا بغيت تخدم شي موتور يولي يخدم معاهم. هذه كتخدم في الفقاسات، كيخدموا الناس ديال الفقاسات راه عارفينها. وهذه رخيصه شويه، هذه دايره شي 3400 ريال، هذه زد ال 6290 ا، راه غتمشيو عند صحاب الناس اللي كيديروا الفقاسات غتلقاها عندهم. غنحتاجوا هذه، غنحيدوا هذه، غنحتاجوا هذه، احتاجوا فرفاره، فرفاره بحال هذه، هذه راه 220 ولا فرفاره بحال اللي كيكونوا في البيسيات، راه كيكونوا 24 فولت، وغتحتاج معها ترانسفور. هذه راه كتجي معاها هذا الحساس ولا السنسور ديال الحراره، هو هذا اللي كيكون معاها. غنحتاجو جوج دويات ديال السيراميك، هما راه كنبرونشيوهم على التوالي، وحده كنبرونشيوها مع وحده وكنخرجو خيط واحد. هذه على حساب انا عندي عندي هذا الكادر ديال هذه عندي كبير شويه، اما اللي عنده غيديرها غير صغيره اللي فيها 40 غدير دويه وحده. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال البرونشمو ديالها ما كملتش لكم، غنحتاجو يا اما بوله بحال هذه، وكاين هذا النوع ديال البوله حتى هو، ها هو كيكون عنده هذا الكاج مغطي، انا نوريها لكم، هي هذه، هاي هذا الفوقاني ديالها مغطي، ما كتخرجش كتخرج غير السخونيه منها، ما كتخرجش الضوء، الضوء غير هذه الجهه، ها هي الشكل ديالها. ولا هادو، هادو راه هما اللي كنخدم بهم انا، هادو راه كيديروا شي 60 درهم. كاينه هذه كبيره، هذه راه 75 واط، وكاينين في الصغار، كاين في الديكور الصغير، هادو يلاه شريتها من علي اكسبريس، هي هذه، هذه راه 75 تا هي واط صغيره، نفس الخدمه راه ريزيستونس نفس الخدمه، غير هذه صغيره وهذه كبيره. هذه بالنسبه اللي غتكون كادر صغير غتخدم لي مزيان هذه.
غنحتاجو اول احسن الحاجه اللي غنحتاجو هي 220 كابلي ديال 220 بالنسبه لهاد الزد ال 62 90 ا. اول حاجه غنديرو هي رفيع البرونش مو ديالها هنا، ها هي باينه اللي كنبينها لكم. هاد البلاصه 98 بلاصه السنسور، بلاصه هذا برونشيو بالحاجه بالحاجه باش تشوفوها. بلاصه السنسور كيتبرونشا في 98، ها هو بلا ما تحتاج تمشي عند كهربائي ولا شي حاجه، ساهله تبرونشيها غير بوحدك في الدار. ورا صراحه كتنفع شي طائر مريض ولا بغيتي تجيب شي فرخ صغير تكبروا عندك بالسراقه، راه كتحتاج الحراره. هذه بلاصه السنسور ديال الحراره، هذا راه النمره 5 وكاينه النمره 10. هذا النمره 5 هو اللي كيكون فيها هذا الغطاء من البلاستيكنا. هذه سالينا منها السنسور في 98. النوتر كندخلوه هنا للسبعه، ها هي السبعه والسته، السبعه فيها النوتر والسته فيها الفاز. انا راه داير هنايا، ها هو ها هو داير الفاز، هو هذا جاي من هنا مدخلو لهاد الدويه لهاد الدومينو، ومن هنا غنبرونشيه في السته. هذه هي السته، من السته من السته من هنايا هذا هو بلاصه الفاز. من السته كان شانتي خيط يجيني للخمسه، هو هذا ها هو من السته كان شانتي خيط يجيني للخمسه، ومن الخمسه كان شانتي خيط كيجيني هنا حتى للجوج، ها هو من الجوج للخمسه ومن الخمسة للستة باش يعطيني الفاز. في العود ما غنجيب خيط من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، كنجيبو غير خيط هنا وكان شانتي وكيدور هنا، كيجي يدخل للستة ومن الستة كيخرج يدخل للخمسة ومن الخمسة يخرج يدخل للجوج. نزيرو هذا، كتبقى لينا هنايا النواتر. النوتر غنديرو هذا هو النوتر ديال باش كتاليمونتي بعدا الطيرموسا، راه هو هذا النوتر كيدخل في السبعه، ها هو مبرونش كلشي راه كاين في الشيمه ديالها، هي راه فيها الشيمه مبسطه. هذه بلاصه النوتر السبعه السته، هنا بلاصه الخمسه، هنا عندك جوج ديال لي كونتاك، ها هو واحد هنا وواحد هنا. هاد الاول كنستعملوه للفرفاره وهاد الثاني كنستعملوه للريزيستونس ديال السخونيه لهاد البولات. هاد الاول ها هو الفاز، دخل من هنا دخل من من السته كان شانتي والخمسه، ومن الرابعه ها هي الرابعه غيخرج خيط ديال اللي غادي للبوله، ها هو خيط غادي من هنا للبوله للبوله الاخرى غنديروه في الرابعه. نسمو الفراخ راه ناشطين، ها هي الفاز جا دخل من السته داز الخمسه وخرج منها من الربعه، خرج منها الخيط اللي غادي للبوله، البوله الاولى وهالبوله الثانيه. خيط اخر خارج من البوله هو هذا كيتسمى النوتر. دابا هذا راه الفاز اللي مشى من هنا، النوتر كان شانتي والنوتر كناخذو منه نوتر ديال واحد ديال هادي ديال الفرفاره، ها الفرفاره غناخذو نوتر خيط منها، خيط منها غنشانتيوه مع هاد النوتر ديال البوله، وغنشانتيوه مع هاد النوتر اللي كيأليمونتي طيرموسا. نخشيو هادو ونخشيو هذا، عملية راه ساهله، راه غير تبع راه غادي تبان لك. هنا كيبقى لينا خيط واحد ديال الفرفاره هو هذا، هادو راه قلبتهم هنا سمحوا لي. هاد الربعه كيركب فيها الفرفاره، وهذا ديال البولات كيركب في الواحد، ها هو راه مرسومه بوله شتي.
ركبوه ديال البوله في الواحد. غنعاود نشرح لكم من الاول. هنا 98 كنركبوا فيه السنسور، هذا هو اللي كيعرف الحراره، واش طالعه الحراره نازله. فاز كيجي كيدخل ديريكت كيدخل للسته، هذا نمره 6. من 6 كنشانتي وطريف ديال الخيط، هو هذا ها هو. من 6 كيدخل للخمسة، ومن الخمسة كنشانتي وخيط اخر ثاني، هو هذا ها هو، كيمشي للجوج. ها هي كيبان لكم هنا، ها هي هاد الخمسة وها الجوج، هادو راه فيزان. بالنسبة لهاد البلاصة فين كاينة مرسومة هاد العلامة ديال التلج، هنا فين كتخرج بلاصة الفرفارة، هو هذا ها الفاز ديال الفرفارة. وبلاصة هنا فين كاينة البولة في الواحد، هو بلاصة البولة ها هو. والنواتر كل النوتر ديال البولة والنوتر ديال الدوية ديال الفرفارة، كيشيط خيط من هنا من الدويه، وكيشيط خيط من الفرفاره، كنشرطو نشركوهم مع هاد النواتر. ها هما، هاد الزرق هو اللي يديروا لكم زرق، هاد الزرق راه نوتر وهذا فاس. انا غادي نبرونشي لكم دابا، غادي نجربوها بالبولات باش تبان لكم العمليه كيفاش دايره، وعاد نجربو بهادوك الاخرين. هاهي دابا راه شعلات، هاهما شعلو البولات، هادي تاهي راه شاعله، غير حيت قلت لكم مكتبينش الضو من الفوق، كتبينو غير من التحت. شتي الشكل ديالها، هادي مكديرونجيش الطيور وكدوز الحرارة. بالنسبة لهادي راه كديرونجي الطيور، بحال غتخدم عليهم في الليل راه غتبقى تبيتو فايق، هادي مغتبيتوش فايق، راه مضرقة كتبان الحرارة غير الضو غير شوية من هنا. وهاهي هاهي طفات دابا، انا نوريكم الطريقه كيفاش كتخدم. بالنسبه لهذه كيفاش كنريقلوها، هذا الزد زد ال 6290 ا، كنوركو على هذا الاس مزيان، كنبقاو مباركين عليها مزيان، كتعطينا هذا اف واحد، اف واحد كنعاود نوركو على الاس. هذا 31 درجه، هذه هي الحراره اللي بغينا حنا يشعلوا عليها البولات. بحال دابا انا هي غدير 37 درجه، ولكن حنا غنديرو غير باش نخدمو. دابا هادي 31 درجة، نديرو حنا 32 درجة، 32 درجة هي الحرارة المطلوبة، غتبقى غيبقاو شاعلين البولات حتى توصل 32 درجة. هادي كملناها، هادي جوج، هاد 0.3 هو بحال دابا ملي غتوصل 32.3 غادي تطفاو البولات، هذه معروفه. هذه هي الحراره اللي غادي نديروها حتى هو 33 اللي غتعاود ديماري عليها هاد الفرفاره. وهذا على 32.02 غادي تشعل، هذه كنخليوها الزيروات، هادي كنخليوها 0 واط F6، هاد كنختارو هنا واش سيل 6 ولا الفراد، حنا كنخدمو بالسيل 6، غنخليو السيل 6. نعاودو نبركو عليها، هاد اس او، هادي هي اللي قلت لكم ديال السنسور. حنا هاد السنسور هاد الماركة راه كيتسمى 0.5، كاين سنسور خور كتكون عندو هاد الراس ديالو ديال الحديد عندو النمرة 10، هنا كاين النمرة 10 النمرة 5، دابا هذا النمرة 5، غنخليوها في النمرة 5، غنبقاو باركين عليها، هاهي غتشعل. دابا هاهي خدامة باش تبان ليكم، هو أنا السنسور ديال الحرارة غنديرو وحدة البولة باش يسخن. هاهي 31، هاهي طالعة الحرارة دابا، ملي وصلت 32 راه طفات. هيا غتفوت هادي، هيا شعلات الفرفارة، الفرفارة خدمات، ها هو دابا غيبدا مني غتبدا تنقص الحرارة ثاني، هادي هي اللي كديكاجي ديك الحرارة الزائدة اللي كتبقى في ديك العلبة ديال الطيور.
في البواطه اللي غدير ديال لي فاجتي. هي سكتات، الحراره كتبقى غادا هابطه. وصلت 32 غتنقص منها كما قلنا 3 ديال 0.3 تحت من 32 غيدي ماري ثاني باش تبدا السخونيه. هيا 31.7 راه غدي ماري ثاني. طلع الحال راه سخون. هيا 31.7 هيا بدات نقربوا ليها باش تسخن تاني. صافي وصلت لنا الحراره المطلوبه هي 32، كون درنا كثر 37 ولا هذه راه غتبقى توصل لديك 37 عاد غتم. هاي دابا غتوصل ل 34 غادي ماري الفرفاره باش نبين لكم راه الفرفاره خدامه. هاي دابا الفرفاره ساكته، هي غنبين لكم راه غتخدم. الحرارة كتبقى غادا طالعة. هاي خدمات شيا هادي كتستفاد تبرد هاد هادو باش تنقص الحرارة ملي غات هاي غيبرد غيبرد السنسور ثاني غادي تسكت الفرفارة. يبرد السنسور ولا يبرد الغرفة ديال هادي ديال الحضانة وغادي تسكت الفرفارة. غيبقى نازل تتوصل تاني 31.7 وغادي تشعل. دابا غنديرو هاد أمر كيسخنو اللي كنستعمل هما هادو. هادو غنخليها لكم غير باش تعرفوا راه شحال. هادي هي الطريقه راه ساهله. دابا على داك كيبقى يطفى ويشعل علاش كنحيدوه، انا نحيد لكم هذا باش تبان لكم ملي غادي تشعل. دابا بحكم ما تبانش لكم راه شعلات. هاي شعلات دابا هادي غادي تسخن ورا دغيا كتسخن. هاي دابا كتسخن. هذه هي الطريقه الاخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا. بالنسبه اللي بغى الشيمه ديالها راه نصور، خلي لي الجمال ديالو في الكومونتير راه نصور ليه الطادي ونوري ليه. بالنسبه لهذه كما قلت لكم راه دايره 3400 ريال. هذه راه غتاخذها غير من عند صحاب القشه. الا بغيتي ديال تاخذ ديال البيسيات راه خدامه. هادو دايره 50 درهم 60 درهم، هادو كتلقاهم عند صحاب فقاصات. نتمنى تكونوا استفدتوا، وهذه راه ضروريه بحال دابا جاي البرد كنحتاجوها. الفرار الله يحفظهم بنادم فرار مرض لي شي فرخ ولا شي حاجه راه كنحتاجوها. الطريقه ديال البرونش مرسالة كما قلت لكم، نعاود معكم الطريقه. بالنسبه لهذا الزيت زيت ال 92 62 90 ا، هذه راه زوينه في الخدمه ديالها وسهله في البروغراماسيون ديالها. لهذا راه فيها هي الارقام، ها هي 9 و 8 راه مكتوبه سنسور. ها هي هذه وهذه. بالنسبه للان ها هي مكتوبه هنا 7 مكتوبه ان يعني النوتر هو هذا. بالنسبه للستة هي مكتوبه 220 هنا ال يعني الفاز هو هذا. هاد الفاز كنشانتيوه ما بين 6 كنديوه للخمسة، ومن الخمسة كنديوه للجوج. من الواحد كيخرج الخيط اللي غادي للبولات، ومن هنايا من الربعة كيمشي الخيط اللي غادي للفرفارة. كيشيط خيط من ديال البولات وكيشيط خيط من ديال الفرفاله، كنشانتيوهم مع هاد النوتر وكنحطوهم هنا. الطريقه راه سهله، نتمنى تكونوا استفدتوا. يلا السلام عليكم.